أرجو مين هدول مسيحية؟ لك لا الله هي مرت الخال. مين الخال؟ شو في بالحارة حتى راكي؟ وصل المتصرف معلمي. أنا بتصرف ولا؟ لك قصدي اللي كان متصرف الخال. الخال؟ والله أنعم وأكرم. يا عيني معناتها بلش العين. تقبل الله أمي. منا ومنك أمي. أمي تعي لك فهمتي علي شو كنت عم حاكيكي؟ أمي هيك أحسن، هي بتسكر على حالها باب وضطة، نحن بنسكر على حالنا باب المشاكل. ما بتعرفي أمي ما بتعرفي. ولك أصلاً هي هيك أريح لها، بتشلح بتلبس بتتفرع لا بتشوف حدا ولا حدا بيشوفها. أيوة إيه أمي إيه. الله أكبر. أرجو أرجو شو في؟ تعي تعي منو هاد الشاب؟ إيش بعرفني؟ لا مو حلوة منك باين تقوم نعز. دخيلك ما بهمني. خلص إيه خلص. لك ليكونوا هدول سكنوا جديد هون بالحارة؟ الله عجبك؟ ده شغل كتير. بالتعب يا عمر يا مريرة بده زاد التعب لحتى يتحفظ عليه. إن شاء قال طلع يشوف طلع الفضة. طلع الفضة؟ شو عليه؟ شو عليه؟ من هو بزماناته لك منيرة وصلوا على الأندلس. على الأندلس. نحن لوين يا ترى؟ لوين شو؟ لوين وصلنا؟ لوين راح نصل؟ يا حسرتي على الأمي. يا حسرتي على الأمي. كيف بدها تصل لغيرها اذا لحالها ما قدرت توصل؟ رجعنا للسياسه. كانت فعلا سافره فهذا بيعني كفر يا شيخي كفر. مو هيك؟ استغفر ربك يا ابو ياسين استغفر ربك. الا بعض الظن اثم يا رجل. شيخي يعني ما راح تصدق غير لتشوف بعينها؟ حتى اذا كانت فعلا هيك حسابنا كلنا عند رب العالمين. يا ابو ياسين اهتم بأمور الناس اللي بتتعلق بدنيتهم، أما بالآخرة في مين يحاسب؟ لا أنا ولا أنت. يعني حتى أنا ما فيني حاسب اللي بيغلط بحق رب العالمين. هذا إذا كان غلطان، فما بالك إذا كان مو غلطان. أطلب زيارة.
ونزل الكراسي على مهلك. ها لا تكسور شي، صفن صف مثل العالم. الشنتاية على التخت. ايه رجع مصطفى على مهلك، تخيل عينك. ظبط لي كر. نعم مصطفى ما رجع؟ لا لسه طول. ما بقى الا يجي، اكيد بيكون عم يدور بالحاره. سليم مرحبا. اعطي بالك على البيت، انا واصل عند المختار. شو لسه ما لحقنا نقعد نتركن؟ مو على اساس ما بطول. اعطي بالك على البيت. ماشي ارتاحي انت يا خانم مشان الله. يلا يا شباب همي. على مالك على مالك كفيلك، شو هاد اللي كسرتوه؟ استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك والله مو هذا اللي جاعزني. لك أنت التاني شو بدك أكبر من هيك شغلة حتى تزعجها؟ لك الشيخ نفسه عم يبريها. هو هيك قال؟ ما قال هيك، بس قال يعني إنه ما شفناها وإنه حسابها عند رب العالمين وإنه. لك يا أخي هو أدرى بهالشغلة هي، إحنا شو دخلنا؟ لك كيف شو دخلنا؟ بكرة نسواننا بدهم يشوفوها وتختلط معهم. عال والله بركي نعدوا منها، شو بيصير بالحارة؟ أخي ساعتها الباب اللي بده يجيك منه الريح سده واستريح. لا والله ما بيكفي، لازم نلاقي حل الموضوع. قوم حبيبي روح لعنده قل له غطي حريمه. ايه بروح لعنده. شو يعني؟ ايوه وبركي قال لك اخي انا هي حريمي وحرفيهم، كل مين عليه من حريمه شو بتعمل؟